برشا حكايات وبرشا أخبار. توا في صباح الناس تفهم إيش صار. الحق دعوة خوفتنا، كي نقولوا إنه دعوة من نخبة من الخبراء والمختصين والمهندسين في تونس إلى الإعلان عن حار الطوارئ مائية، فنفهموا إنه الحكاية ولت متأزمة شوية. ضيفنا شكرا لقبول دعوتنا سيد عميد المهندسين سي كامل سحنون معنا بالتليفون. سيد عميد تحياتنا ليك ومرحبا بك على موزايكا فام. صباح الخير، بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. البارح صارت دعوة إلى حالة الطوارئ المائية في مواجهة أزمة المياه اللي تمر بها تونس. كلمة حالة طوارئ سي كامل تدل على أنه الوضع اليوم خطير. عملت دراسة تدل أنه الوضع الحالي بلغ درجة التوتر المائي، ونعرفوا أنه هذه المرة يجي ما قبل الشح المائي. عملت دراسة بعثتها للرئاسة والحكومة، دراسة جدية، ويظهر لي أنت باش تقدم هنا خير، لأنه عملت مقارنات حتى في فترة الستينات الفرد التونسي قداش كان يتوفر له من متر مكعب مقارنة بالوقت توا. هو فعلا كان الفرد التونسي المواطن التونسي كان في الستينيات عنده 1000 متر مكعب يتمتع بهم سنويا، التوا هبطنا ل 420 متر مكعب سنويا. هذا يعني تحت الفقر المائي المعترف به دوليا اللي هو في الألف، احنا توا اقل مشطر نتاع الفقر المائي. شنو تسميه معناها احنا في فتره شنو توا شح مائي بالضبط؟ وصلنا لها فترة الشح المائي هي في 500، احنا اقل منها، وبالتالي يلزمنا من تو نبداو ناخذ الامور بجديه، ويلزم الدراسات تبدا التنفيذ بتاعها. ما تعرف انه هيك الدوله هي كثيره اللي تتداخل في الموارد المائيه، وبالتالي يلزم عزيمه سياسيه من اعلى سلطه انها تقر باللي فما حالة طوارئ المائية. علاش الإقرار هذا؟ باش أنه بالإقرار هذايا الإجراءات الاستثنائية تنزل وما تبقاش حبر على ورق فوق في الدراسات. ثم بعد الإقرار على حالة الطوارئ يلزم إحداث مجلس أعلى مائي، بين غير شك نقوله مجلس أعلى للأمن المائي، يعني تابع رئاسة الجمهورية، على أساس أنه لما يعطي أوردر أنه المؤسسات الكل تصوب تنفذ فيه بدون مناقشة بسرعة وبفاعلية. وأنت تعرف في تونس الإدارة بتاعنا بالسيف تتحرك. دونك بالمجلس الأعلى للأمن المائي بحول الله هذايا تولي فما فاعلية في الدولة وفي مؤسساتها. احنا هذا المسناه اللي يعني أنه الناس متحسسين أولاد وزارة الفلاحة، لكنه هذا ما يكفيش التحسيس. احنا الندوة هذه عملناها في إطار أنه نحسسوا الرأي العام، نحبوا الصحافة الإعلام يعيننا على التحسيس هذايا، ونحبهم يفهموا المواطن فما يعني ثقافة جديدة عند المواطن يلزمها تكون موجودة، يلزم حوكمة في المؤسسات متاعنا في التصرف المائي متاعنا. الحوكمة هذه من المواطن عقلية الدولة. أي ما عندوش المواطن التونسي عقلية الاقتصاد في الماء سي كمال؟ لا عنده لا عقلية الاقتصاد لا في الماء لا في الطاقة لا في أي حاجة لا في الاستهلاك. انت ترى حتى كيفاش يستهلك في حياته اليوميه. دونك هذايا عقليه اللي ما يجم تصير الا وقت اللي تكون مرسخه في التعليم في المدارس نتاعنا، ومرسخه سيرتو في وسائل الاعلام اللي هما يقوموا بالدور هذايا مع الخبراء. من غير شك احنا كيف نعملوا ندوه هذايا باش نعطيو المعطيات ليكم، وان شاء الله معناتها رينا امس كيفاش وسائل الاعلام وكم اليوم كلها صوبت معانا في التحقيق. لانه كي تقول لي احنا تحت الفقر المائي واليوم وخلطنا للشح المائي، معناها اليوم لازمنا نترجو. حتى كنا قبل نسمع ونقرا ونتغاضاو، لكن اليوم يظهر لي وكانها صيحه فزاعة من عندكم انتم، معناها رفيق ورانا نحكيو على شح مائي. بالضبط، احنا الغايه نتاعنا هو هذه صيحه الفزع باش انه الناس تتحسس، باش الثقافه نتاعها والعقليه نتاعها تتغير. هذايا كمهندسين احنا المهندسين انه في القرارات نتاعنا يلزم باكثر حزم نصوبوا لتنفيذها، والا من غير شك الدوله هي الاساس في ذلك، يعني مؤسسات الدوله اللي لهي بهذا الاحد. لكن هذا ما يصير الا وقت اللي يكون فما اقرار بحاله الطوارئ واحداث للمجلس الاعلى للامن القومي. احنا الدراسه هذه شاركت فيها 28 خبير، استاذه جامعيين، مهندسين،
فيهم ثلاثة وزراء سابقين أهل اختصاص ما غير شك مش يعني كأساسة يعني هذوم الكل ومن داخل تونس وخارجها يعني عندنا بعض خبراء من اليابان من أمريكا من الجزائر هذوم الكل التوانسة يعني هما يخدموا في الخارج على المواد المائية يعملوا في استراتيجية يشاركوا في ويساهموا في استراتيجيات الدول أساسا الأفريقية والآسيوية دونك معناتها هي دراسة كيف قمنا بها أرسلناها بصفة رسمية لرئاسة الجمهورية لأنه باش نطلبوا إحداث هذا المجلس الأعلى للأمن القولة وإقرار حالة الطوارئ وإن شاء الله ما فما كان الخير وقت اللي الناس الكل اليد في اليد والناس الكل تصوب لمصلحة تونس وبحول الله الصغار متاعنا والأحفاد متاعنا بعد في 2050 أنه يكون عندهم ما ويكون يجموا يستعملوا على خاطر إذا كان ما نعملوش إجراءات من تو وإحنا هذا يراهو الإجراءات راهي مكتوبة حتى في عند الوزارة معناتها تاريخيا لكن إذا كان ما ناخذوش هالإجراءات الاستثنائية راهو يجي نهار ما نلقاو ما نشربوش اللي هما الإجراءات الاستثنائية هذو دونك هي يعني هي إجراءات تقنية ثم يعني باش تزيد في الحجم الموارد المعبأة وباش نعملوا تحسين الحصول على المياه وسلامة استخدامها باش نعملوا تحسين المحافظة على الأمن المياه بمرور الوقت يعني كيفاش بمرور الوقت أنه ديما عندنا محافظة عليها ثم أهم شيء هي فاعلية الوظائف للحوكمة يعني بتاع المياه والبحث العلمي والابتكار في مجال المياه يعني هذوما القرارات اللي في اللي كاتراكس هذوما هم الخدمة عليهم في ذلك إن شاء الله. البحث العلمي كما قلت لي ما يكون كان بمهندسين ولكن الأرقام تقول السيد عميد المهندسين كابن سحنون انه عندنا مغزمون اكثر من 6000 مهندس قاعدين يهجوا من البلاد عندنا سنويا 6500 الرقم الرسمي نتاع الدوله 6500 قاعدين يهجوا يعطيك صحه في هاي الكلمه من البلاد احنا تو كيف نحكيوا على الموارد المائيه على المياه من شهر جويليا الى يومنا هذا في هالخمسه شهور التوالى من السولات خرجوا سبعه مهندسين اهل خبره في المجال من السونيد سبعة مهندسين سبعة في خمسة مهندسين أشهر في خمسة أشهر خرجوا ومشاو لأوروبا باش يفيدوا اقتصاديات البلدان الأجنبية ويسلموا فينا لأنه تونس ما هيش لهي بالمهندسين بتاعها وما ما ما وكأنها ما حشاش بيه لأنك إن شاء الله العقلية هذه تتبدل وإن شاء الله توفر لهم ظروف مخير باش أنه يجموا يخلقوا الثروة ويحلوا مشاكل البلاد هذه. شكرا على تدخلك معنا سي كامل سحنون عميد المهندسين على موزايكا فهم تتفاعلوا بيان سور معنا على ريبوندورنا 71 113 013 بربي على هجة انا نسميها هجة اكثر من هجرة هجة الادمغه نتاعنا سواء كانوا اطباء مهندسين اساتذة كل 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 اليوم معناها انت مع ضد ترى انه ما حقوش وكانه ان غراتيتود منه للبلاد اللي قرات ولي ولا تقول لا مادام جتني فرصه والله لانك جيت في بلاصته نهج منها البلاد مادام غادي نلقى قدري ونلقى الفلوس ونضمن مستقبلي ومستقبل صغيراتي على 71 113 013 ان بيتي فوروم هكا على امينه بن دوا ان بيتي فوروم ليكم بعد شويه نسمعكم في ثاني صندوق عجب تقريب وفيت ساعتها الاولى ما كنت تعرفوا الساعه الثانيه الغنيه الطربي